أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بشأن ثورة تشرين وانطلاق حشود المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات لإحياء الذكرى الأولى لاستئناف الثورة 25 من تشرين الأول، وسط إصرار متصاعد على مواصلة الحراك السلمي حتى إنهاء العملية السياسية بنهجها المحاصصاتي والطائفي. ثورة تشرين ومساراتها وإمكانية تحقيق جميع مطالبها بعد مرور عام كامل على انطلاقتها الثانية ستكون محور نقاشنا في هذه التغطية الخاصة، والتي سيكون معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. مرحبا بكم أستاذ نظير. حياكم الله. أهلا بي. وسيكون معنا عبر سكايب من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز، وعبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. مشاهدينا الكرام، قبل البدء نتابع وإياكم هذا التقرير. لن تنتهي قبل إسقاط الفاسدين ونظامهم المبني على المحاصصة الطائفية. ثورة تشرين بشبابها وشيبها تعود إلى واجهة الأحداث الاستثنائية في العراق في الذكرى السنوية الأولى للموجة الثانية من التظاهرات، حيث شهد العام الماضي توقف الموجة الأولى التي بدأت مطلع شهر تشرين الأول احتراماً لشعائر زيارة الأربعين قبل أن تستأنف التظاهرات في 25 من الشهر نفسه. ساحة التحرير في بغداد وأخواتها في باقي المحافظات المنتفضة مسرح وطني يعج بالمظلومين المنادين بالتحرر من قيود الفساد والتبعية للخارج، وما أكثرهم فساد مالي وفشل إداري ونظام مبني على المحاصصة الطائفية، عوامل رئيسة فجرت هذه الثورة بعد وصول العراق إلى نقطة الانهيار في كل شيء. ثورة سلمية بروح عصرية عبرت عنها حناجر الشباب المنتفض وأناملهم التي رسمت أنموذجاً لغد عراقي مشرق يخلو من الدم والفوضى وإلغاء الآخر. ثورة متجددة ملؤها الإصرار على التغيير الشامل ولا شيء سواه بعد أن أحرقت دماء شهدائها أوراق أحزاب السلطة، فلم يعد لدى الأخيرة سوى المزيد من القمع والترهيب علّه يسكت عبثاً أصوات الثائرين ليأتي الرد من جهتهم. لم ينجح القمع ولا القنص ولا الدهس بالعربات العسكرية ولا قنابل الغاز وغيرها من أساليب السلطة في إخماد جذوة الثورة، وبعد مرور أكثر من عام يبدو بأن الأحزاب الحاكمة لم تفهم بعد أن العراقيين يريدون وطناً خالياً من سطوتها. ناشطون في تظاهرات تشرين أكدوا أنهم حريصون هذه المرة على منع اختراق تظاهراتهم من قبل مندسي الأحزاب وتفويت أي فرصة لتصعيد العنف والتخلي عن سلمية التظاهرات، في ظل أنباء تتحدث عن نية المتظاهرين نقل خيام اعتصامهم إلى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد وغلق المؤسسات الحكومية، تعبيراً عن الغضب الشعبي المتصاعد من جراء عدم تنفيذ أي مطلب من مطالب ثورة تشرين منذ انطلاقها. إذن مشاهدينا الكرام، نحن معكم في تغطيتنا الخاصة بمناسبة مرور عام على انطلاق ثورة تشرين المباركة. أرحب مرة أخرى بالكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، وسيلتحق بنا عبر سكايب الأستاذ علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، وأيضا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. أبدأ مع الأستاذ نظير. أستاذ نظير، يعني تابعتم من خلال اللقطات المصورة التي وصلتنا الحشود الكبيرة من المتظاهرين في بغداد وذي قار وأيضا البصرة وبابل والنجف ومحافظات الفرات الأوسط والجنوب، لكن يعني كيف رأيت معاودة كل هذه الحشود الكبيرة بعد مرور عام على انطلاق ثورة تشرين المباركة؟ يعني في البدء أنا يعني أحيي كل هؤلاء الشباب، كل هؤلاء الطلبة، الشعب العراقي المتواجد في الساحات وفي الشوارع يعرب عن رأيه وتظاهراته وحقه في أن يعيش في بلد
فيه كرامة وفيه نظام سياسي يحترم حقوق الناس. وبعد مرور سنة كاملة من هذه التظاهرات ما زال يعيد الكرة مرة ثانية وينطلق بكل قوة. تسألني هل كان الزخم كما هو كان في 2019؟ بل أنا أرى أن الزخم أكبر، ذلك لأن سنة كاملة من القمع الذي مارسته السلطة ومن القتل الذي مارسته الميليشيات ومن التغييب والحصار واستعمال كل الأساليب يعني ضد هؤلاء الشباب، يخرج هؤلاء الشباب مرة ثانية وبنفس التوقيت وبزخم كبير. هذا يدلل على أن هناك إصرار كبير من هؤلاء الشباب وأن لا عودة لهؤلاء الشباب إلى بيوتهم مرة ثانية إلا بتحقيق المطالب التي خرجوا إليها. وأنا أعتقد هذا اليوم ولربما الأيام القادمة ستكون رسالة واضحة ودامغة إلى أقطاب السلطة بأن هؤلاء الشباب قد خرجوا من موضوع أنهم يخرجون لأجل مطالب، إنما هم خرجوا لإزالة هذا النظام وبدء صفحة جديدة لنظام سياسي جديد. وهذا يعني أنا أنصح هذا النظام السياسي بأن الأمور لن تعود مثل ما كانت، هناك تغيير في عقلية يعني المواطن العراقي. يعني تعتقد نظير أن الشباب العراقي يختلف عما قبل 2019 في 25 من تشرين عن 2020 أستاذ نظير؟ نعم، أنا أجد هناك زيادة في الوعي، زيادة في فهم أسلوب التعامل مع السلطات. كل هذه التضحيات من المستحيل أن تذهب بدون دروس يعتبرون فيها الشباب، وأجد أن هناك يعني أساليب جديدة يقوم بها الشباب وإصرار على يعني طريقهم الذي يريدون أن يصلوا إليه وبطرق سلمية. يعني كل هذه التضحيات لم تثني هؤلاء الشباب ولم ترجعهم إلى الوراء، بل بالعكس زادتهم إصرارا على أنهم يجب أن يمضوا في طريقهم. والأهم من ذلك الآن لدى الشباب وعي بأن كل الوعود التي يقوم بها هؤلاء السياسيون هي وعود كاذبة. لنستعرض كم وعد عادل عبد المهدي في حينها، والآن رئيس وزراء جديد وهو يعتقد بل يقدم نفسه على أنه هو مرشح المتظاهرين. وهذا كذب، يعني كذب بمعنى الكلمة. وعرف هؤلاء الشباب بأن هذا الرجل لا يستطيع أن يعني يقدم قتلة المتظاهرين، ولا يستطيع أن يغير النظام السياسي، ولا يستطيع حتى أن يقيم انتخابات مبكرة كما يدعي. انضمت إلينا الدكتورة ذكرى عبد الصاحب الناشطة في التظاهرات. دكتورة ذكرى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. دكتورة ذكرى، هل تتوقعين أن تكون الانطلاقة الثانية لثورة تشرين أكثر زخما وقوة كما كانت عليه في عام 2019؟ نعم، كل التأكيد، وإن شاء الله سنبقى ماضون في هذه التجمعات وهذه التظاهرات. أنا أقول لا، لن نستكين حقيقة، نحن لن نستكين ما دامت هذه الحكومة باقية وباقي القمع وباقي الظلم على المواطنين وعلى الشعب. حقيقة نحن رتبنا كل أوراقنا بالنسبة للمتظاهرين الجيدين مثل ما نقول، ليست يعني هم يختلفون عن هؤلاء الشباب الصدية الذين يدفعون لهم أثمان، يأتون حتى يشافسون الحرس، حتى يعني يضربون ويقولون أنه المتظاهرين سيئين خلق وسيئين تصرفات. هناك فصل ما بين المتظاهرين الحقيقيين وهناك فصل ما بين المأجورين للشباب الصغار، يدفعون لهم حتى يسوون مشاكسات بالساحات. فنحن الآن لم نمنع وعرف من هو المواطن الحقيقي ومن هو المرتزق ومن هو القامع لهذه التظاهرات، حتى شخصناهم حتى في الصور. اليوم أنا تناكفت مع أحد الضباط صور بالعلاوي، يعني تناكفت معه وأنا واقفة يجي يقول لي أخذت صور. أنا ما أخذ صور، لكنه هذه أخلاقهم السيئة، يعني شتان ما بين أخلاق المتظاهرين وما بين أخلاق الحرس والعسكر اللي خلوهم. حقيقة هؤلاء الحرس ليست هم الجيش العراقي، مستحيل وأبدا، لأن هؤلاء لملموهم من الأحزاب، ميليشيا جابوهم وجماعة الحزب الله وجماعة الحشد اللي قسم من عندهم اللي اندفعوا مع أخلاقياتهم. مو كل شبابنا اللي بالحشد للأسف، يعني هناك أيضا فصل ما بين الحشد النظيف والحشد السيء اللي تابع للرؤوس العفنة التي صفيت
حقيقة. فهؤلاء يختلفون كل الاختلاف عن جيشنا الحقيقي. هؤلاء ناس مرتزقة، ناس واقفين بالشوارع يأكلون غداهم كالكلاب، حاشا الكلاب. هم هؤلاء خنازير عندما يهدهم على الناس الآخرين. هؤلاء يقمعون الشباب، يؤذون الشباب، يا ما ضربوا اليوم حتى بالحجارة في العلاوي، حجارة تصور يضربون على المتظاهرين. طيب. هؤلاء حرس هراوات لازمين يكيدهم حقيقة. يعني نحن نقول أننا باقون، وما دامت هذه الحكومة السيئة باقية نحن باقون، ونحن باقون ننتفض، وإن شاء الله ستتكرر كل كم يوم إن شاء الله راح نطلع وراح ندق وكرهم إن شاء الله بالخضراء. يعني دكتورة يرجى أن تبقي معنا، سأنتقل إلى الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، ما بين يعني 25 تشرين الأول عام 2019 و 25 تشرين الأول عام 2020، ما الذي تعلمه الثوار؟ هل ازدادوا وعيا أكثر من السنة الماضية؟ خاصة نحن تابعنا عبر اللقطات الفيديوية التي وصلتنا بأن هناك يعني شعارات وطنية تتغنى بحب الوطن، وبالتالي فإن هذه الشعارات سوف تكون تمثل على أرض الواقع ما يطلبه كل الشعب العراقي. كيف رأي ذلك؟ أنا أجد أن هذه التظاهرات التي قطعت من عمرها سنة كاملة، أعتقد أنها نضجت على كثير من الصعد، وأهمها الصعيد السياسي. نجد أن الخطاب السياسي تطور بشكل كبير الآن. المطالب عندما كان المتظاهر في بداية التظاهرات يريد أن يغير كل شيء وبلمح البصر، أما الآن نجد أن المتظاهرين والناشطين منهم يرسم خطة كاملة للتغيير، من انتخابات جديدة، من قرار قوانين تؤدي إلى هذا التغيير. هذا دليل على أن هناك نضج، بل أن هؤلاء المتظاهرين بدأوا يجمعون أنفسهم، وكما ذكرت الناشطة كيف أنهم بدأوا يفرزون ما بين الناشطين الحقيقيين والمتظاهرين الحقيقيين، وما بين مرتزقة الأحزاب والميليشيات. هذا كله يكون في رصيد هؤلاء المتظاهرين. أنا يعني لربما تقول لكن سنة كاملة وقت طويل لانتصار الثورات، أنا أقول لا، هذا الأمر ليس لا يمكن التغيير في يوم وليلة، ربما يأخذ وقت طويل، لأن العدو يعني شرس، العدو مدعوم من دول، لذلك هو يحاول أن يخوض معركة وجود. يعرفون هؤلاء الأحزاب وهذه الميليشيات إذا ما تغير النظام فجميعهم سيقدمون إلى محاكم عادلة وينالون جزاءهم، ولأنهم يعرفون أنهم قد يعني تلوثت أيديهم بدماء العراقيين، يعرفون ما سيكون جزاءهم، لذلك هو يقاتل بكل قوة لهؤلاء المتظاهرين. لكن يعني صمود هؤلاء الشباب سيكون في نهايته التغيير المنشود. دكتورة ذكرى، لو عملنا جرد حساب بما حققته ومنجزات ثورة تشرين خلال السنة الأولى من عمرها، ما هي أبرز هذه المنجزات من وجهة نظركم دكتورة؟ أهم حدث هو بيحصل بالتظاهرات، طبعا أمر مضحك حقيقة، يعني كل ما تصير مظاهرات تشوف كل الخضراء تفرغ، الكل تنهزم وتفلس، تصور يعني طالقين وخايفين من شباب عزل ما عندهم، مجرد بس شايلين العلم، ما عندهم أي شيء، بس العلم شايلين ويركضون بالشارع خطيه وعرقهم يسيل من بين جباههم. فهؤلاء هاي ابرز حدث انه احنا ارعبنا وذكينا اوكار هؤلاء الخنازير، هؤلاء الارهابيين، هؤلاء المرتزقه، مرتزقه لايران ولدول الجوار. حقيقه الثوار حققوا الكثير بهذه التظاهرات، وهذا التزامهم وهذه اهتمامهم العظيمه. أول شيء، ثم أيضا إضافة للرعب اللي أكلوا الحكومة، استقالة هذا اللافي عبد المهدي، ومكثرين طبعا يد، مع احترامي لكم، يد أكثر من بس اللي يكبر شيء تتعرفوا كل زيان، أنا هذا ما أرد أقول لكم. نعم. ثم تغيير نظام كامل تقريبا، يعني وزراء تغيروا، هم ما على يعني من نفس الحكومة نفسهم نفس الشيء، لكنهم ربما اختلفت بعض الشيء، بعض الدوائر اختلفت بعض تعاملاتها مع المواطنين، يعني بدأ شوية بعض الاحترام لبعض المواطنين. طيب. ليس الكل، أنا أقول بعض، لكن هذه نسبة نحن نحسبها يعني إنجازات للثورة، لثورتنا ثورة تشرين. حقيقة الرأي العام العالم أيضا كان في جانبنا، كثير من الدول ساندتنا. طيب وفي الأمم وغيرها. نعم. ورغم خيانة أصغر، رغم خيانته، لكن هناك صدى كثير بالنسبة للأمم المتحدة، وإحنا عندنا الآن طبعا كثير تحولوا إلى النزاهة،
من هؤلاء لكنه بعلاقاتهم بدهم يطلعوهم. إيه لكن دكتورة، لكن الرؤوس الكبار يعني ما حد يعني تعرض لهم أو سمعنا أي من الرؤوس الكبار من الفاسدين قدموا أو تم تقديمه إلى المحاكمة حتى هذه اللحظة. بالضبط، لأنه هو هذا الكاظمي منهم نفس الشيء، هو يعني هو سلخ من هذه المنظومة، هو انسلاخ، لأنه هم كل فترة كل ما تصير مناسبة أو تصير تظاهرة يجتمعون بها هؤلاء دول الرؤوس السبعة، أنا أسميهم الرؤوس السبعة حتى إلى بالخاص زلزلة بك أخلص من هاي الرؤوس السبعة، لأنه يومين ثلاثة قتلوك إلك هو للكاظمي، لأن دول ما عليهم أمان. طيب يردون بس دكتورة دكتورة يرجى أن تبقي معنا، سعود إليك في وقت لاحق، ولكن مشاهدينا الكرام طبعا راهنت أحزاب السلطة على تراجع زخم الثورة وتخلت عن الكثير من تعهداتها، إلا أن اللقطات المصورة من بغداد والمحافظات الأخرى تظهر حجم الحشود المشاركة في التظاهرات. هذا ما يثبت أن الوعي الوطني في ازدياد والثوار أصبحوا أكثر إصرارا على تحقيق التغيير. فلنتابع. ساحة اعتصام النجف ترحب بالمسيرة الكبيرة لآلاف من الطلبة من جامعات النجف. إذن مشاهدينا الكرام، نحن معكم في تغطيتنا الخاصة بمناسبة مرور عام على انطلاقة ثورة تشرين المباركة. أستاذ نظير، كما شاهدت الفيديو نشيد وطني، ليست هناك مطالب شخصية. أنت تعلم بأنه في ثورة 1 أكتوبر عندما خرج المتظاهرون كانوا يطالبون بالتعيين، وهم من أشعل الثورة هم أصحاب الشهادات العليا، لكن بعد مرور عام هناك نشيد وطني، هناك يتغنون بحب العراق وأيضا يرفعون شعارات ليس شخصية ولكن شعارات من أجل الشعب العراقي ككل. هناك ما يقارب من 1000 شهيد وثلاثين 1000 جريح ذهبوا ومختطف، طبعا ذهبوا ضحية العنف الدامي الذي استخدمته الأجهزة الأمنية الحكومية إضافة إلى الميليشيات. لكن هل تعتقد أن ما زالت هذه الثورة قادرة ومستعدة لبذل المزيد من هذه الأثمان بعد مرور عام؟ يعني ما ذكرت في البداية يعني أنا أجده هو انعكاس طبيعي لحالة النضوج الذي حدث لهؤلاء الشباب، وبدأت ترتقي مطالبهم من مطالب يعني مطلبية حاجية أو مجرد لكهرباء أو ماء صالح أو تعيين. نعم. وذهبوا إلى أس المشاكل، إلى يعني هو المسبب في كل هذه المشاكل وهو النظام السياسي. نعم. الآن الخطاب خطاب وحدوي، الخطاب خطاب عراقي وطني، بعيد عن الطائفية، بعيد عن المطلبية بشكل بسيط، والمطالبة الآن بإقامة نظام سياسي يضمن الحقوق لجميع الشعب العراقي. نعم. الملفت للنظر أن هذا الخطاب الغير طائفي والذي هو عابر لهذه الخزعبلات التي جاءت بعد الاحتلال قد أثمر بشكل جاد، وكان هناك من جميع المحافظات من شارك في التظاهرات ومن جميع القوميات والأطياف، وإذا كان في البداية سرا الآن علنا يقولوا. اليوم أنا رأيت فيديو متظاهرين يرفعون لافتات ويقولون نحن متظاهرين من الأنبار، من الغربية، من غرب العراق، بمعنى أنه سنة.
هذا يدلل على أن هذه التظاهرات ليس كما يدعي يعني أزلام السلطة بأنها تظاهرات شيعية وأن هناك خلاف شيعي. الأمر مختلف. طيب. أن الشعب العراقي بجميع أطيافه رافض لهذا النظام السياسي الذي يعني اكتوى بالويلات من عنده. لا توجد هناك الآن فئوية أو طائفية، الجميع لهم مطلب واحد وهو التخلص من هذا النظام. بل حتى الأكراد، نحن رأينا قبل فترة من الأيام كان هناك تظاهرات للأكراد ضد النظام السياسي الذي يحكم تلك المحافظات، وما زال لحد الآن هناك اعتقالات لهؤلاء الناشطين. هذا يدلل على أن الحقيقة لم يكن هناك صراعا شيعيا سنيا ولا كرديا عربيا، إنما الحقيقة هو صراع ما بين الشعب العراقي بكامل أطيافه وما بين هذا النظام السياسي المتسلط على رقابهم والمدعوم من 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 إيران ولا من الولايات المتحدة. حقيقة يعني الآن بعد مرور سنة ومرور كل هذه التضحيات لم نرى هناك تعاطفا من دول فاعلة في العراق كالولايات المتحدة أو إيران، بل بالعكس نجد أنه هؤلاء يدعمون النظام الذي يقمع هؤلاء المتظاهرين. في بداية التظاهرات من سنة 2019 تجد المتظاهرين رفعوا رايات الأمم المتحدة على أساس أنهم يخاطبون الرأي العام ويحاولون أن يكسبوا تعاطفه، لكن لم يكن هناك تعاطف حقيقي مع الشعب العراقي، لم يكن هناك تعاطف يعني من كثير من الأطراف التي قادرة على أن تحدث تغيير حقيقي. حتى بلاسقارت في وقتها عندما نزلت إلى ساحة التحرير في بغداد قالت بأنه عادل عبد المهدي لا يمتلك عصا سحرية لتغيير واقع الحال في العراق. هي تبرر لهذا النظام. تبرر. الآن ترى أن الرايات كلها رايات عراقية، ووصل الشعب العراقي إلى حقيقة بأنه لا يستطيع الاعتماد في التغيير المنشود إلا على طاقات شبابه وطاقات بلده. طيب. وهذا هو المعول عليه. دكتورة ذكرى، يعني باعتباركم يعني ناشطة في التظاهرات، كما تعلمين واجهت الميليشيات المتظاهرين السلميين بالقمع من قبل الميليشيات ومن قبل الأجهزة الأمنية الحكومية، لكن إلى أي مدى نجحت هذه الميليشيات وهذه الأجهزة القمعية في تحقيق هدفها بإسكات صوت الثورة؟ هل نجحت في ذلك؟ حقيقة في أول حواري قلت حقيقة هؤلاء مرتزقة ضمهم وتابعين حتى الجيش يقول طرف الشرطة غيرونهم، لأنه إحنا المنطقة الجيش زمان زمان يعني ما قبل 2003 كلها تغير محافظة، حتى الجيش أصبح محافظة في حتى إلى مجموعة راسية تلدي تعيد الدولة مجموعة من أجل. دكتور الصوت غير واضح، الصوت غير واضح، لو تفضلتي بتغيير المكان يكون أفضل. أنا أحاول أن أعلي صوتي. حقيقة هؤلاء ليس من أثناء تبرز العراقيين، لأنهم هؤلاء تابعين، هؤلاء ميليشيات تابعين، هم محافظة ضمن محافظات الميليشيات، ضمن محافظات الأحزاب. نعم. واضح صوتي ضمن محافظات الأحزاب. نعم واضح صوتي. نعم نعم دكتورة تفضلي أكملي. حقيقة هؤلاء رغم أخذوا من كثير من الشهداء وكثير من الجرحى، لكن احنا طبيعة العراقي عنيد، عندما يريد شيء يجب أن يحققه. نحن عنيدين، العراقي رأس لا ينطق به أحد، لأنه في حالة إذا انطق به أحد ذاك الوقت يطلع إنسان يعني ما يسعى على الطيب ولا يسعى على الغلط. لذلك نحن لم تكسر ثورتنا، لم تكسر، والدليل أننا اليوم خرجنا ثانية أو مرات أخرى خرجنا، واليوم خرجنا بقوة أيضا كما كنا نخرج سابقا. لم تكسر ثورتنا ولم تكسر ثورتنا، سنبقى دائما، سنبقى نحن بالعكس. هذه الفترة اللي انطانيها كورونا وحدتنا تقريبا، بقينا على التواصل مع المحافظات حتى مع الشمال مع الغربية، مثل ما تفضل الأستاذ نظيف، نحن معنا من الأصدقاء من العاني والراوي ومن البلوجة ومن البلد ومن كل تقريبا المناطق الغربية ومن الموصل وحتى من الشمال مثل ما تفضل الأستاذ نظيف. فنحن لم نكسر ولم نترك هذه الثورة، ما حيينا نحن يعني بالحقيقة. عندما نطلع واحد يقول لله ربما أشوفك ربما ما أشوفك ربما أنقتل، لكن أقول لهم أبدا، إحنا ما نخلي الموت على بالنا، إحنا ما نريد الموت، نريد نعيش حتى نعيش أجيالنا، نريد نعيش حتى نحيي الوطن، حتى نبني الوطن. إذا إحنا رحنا الكفاءات من يبني الوطن؟ من يبني الوطن إذا راح المثقفون؟ طيب أستاذ نظير، ثورة 25 أكتوبر 2019
أسقطت حكومة عادل عبد المهدي لكنها لم تسقط نظام، تعتقد بالأيام القادمة وحتى في السنوات القادمة باستطاعة هذه الجماهير الغفيرة من الطلبة وكافة فئات المجتمع العراقي أن تسقط نظام أسس بدعم من الولايات المتحدة ومن إيران؟ طبعا المهمة ليست سهلة وليست بسيطة حقيقة. ليس من أهداف المتظاهرين أن يسقطوا حكومة أو أن رئيس وزراء يقدم استقالة. نعم. وبالمناسبة كما المتظاهرين قد كسبوا دروس من هذه الفترة خلال تظاهراتهم، نعم، أيضا النظام الحاكم أيضا كسب دروس، ومن هذه الدروس، نعم، أن رئيس الوزراء لن يستقيل ولن يقدم استقالته مرة ثانية. الكاظمي سيبقى متمسكا في كرسي في الحكم ويحاول حتى بأقصى الطرق للحفاظ على هذا الكرسي. طيب. ولن يقدم استقالته، وهذا يعني معناه أنه المزيد من اضطهاد المظاهرين، المزيد من إجراءات القمع والاغتيالات سوف يعطى الضوء الأخضر لها لمواجهة هؤلاء المتظاهرين. يعني نرى نحن اليوم يعني مجرد يوم واحد تغير الأسلوب التعامل مع المتظاهرين من حال إلى حال. في البداية قالوا أنه يجب أن نحمي المتظاهرين من تهديدات داعش ممكن، وثم انتقل الأمر أن هناك مندسين يضربون القوات الأمنية، وبعد ذلك دخل على الخط مقتدى الصدر ويقول يجب على الحكومة أن تفرض هيبتها على المتظاهرين. ولا أدري لماذا يعني مقتدى الصدر لم يخاطب الحكومة بأن تفرض هيبتها على الميليشيات التي تقتل الناس هنا وهناك. سأبحث يعني معك هذه النقطة، ولكن دعني أذهب إلى يعني زعيم ميليشيا جيش المهدي مقتدى الصدر، قال اليوم إن الثورة خرجت عن سلميتها، وأيضا ألمح إلى اتهامات للشباب المتظاهر بأنهم وقحون وأصحاب أفكار منحرفة. لنشاهد عينة من شباب تظاهرات النجف وطبيعة طرحهم، هل تنطبق عليهم الصفات التي أطلقها مقتدى الصدر؟ بعد مرور عام على انطلاق ثورة تشرين، اليوم معتصمين ساحة تظاهرات النجف من طلبة الجامعات والناشطين والإعلاميين والناس العامة والأكاديميين، يحيون الذكرى برجوعهم إلى الساحة لتجديد مطالبهم، بالإضافة إلى المطالب الأهم والأساس أنهم محاسبة قتلة المتظاهرين. اليوم الذكرى السنوية الأولى لثورة انطلاق ثورة تشرين، وهي بمعنى العراق الجديد، العراق الخالي إن شاء الله من الأحزاب، العراق الذي سوف ينهض بالكفاءات، العراق الذي سوف يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. بالنسبة لليوم هي تجديد البيعة، لأن المطالب ما تحققت من عدها 1%، نريد نقول ما تحقق نهائيا المطالب، كل شيء ما تحقق من عدها. اليوم من طلعوا العراقيين لتجديد البيعة من أجل شنو؟ من أجل حقوق العراقيين. أولا احنا نوجه رسالتنا لأعلى سلطة تنفيذية بالبلد، هو اللي يرسم تخطيط، التخطيط مال البلد من اسمه أعلى سلطة تنفيذية بالبلد. مصطفى الكاظمي كان يشتغل رئيس المخابرات، يعني يعرف من القاتل ومن السارق، كلهم يعرفهم. اليوم العراقيين يشردون، يردون عدالة ومساواة، يردون قانون. ثورة تشرين المجيدة، ثورة تشرين الخالدة، الرحمة والخلود لشهدائها، 700 شهيد، أكثر من 25,000 جريح، أكثر من 5,000 معاق، ومئات المغيبين. ثورة تشرين المجيدة خرجت جراء فشل أحزاب السلطة الحاكمة في العراق، وجراء سوء إدارتها، وجراء الفساد المستشري، جراء سطوة حكمهم على مفاصل الدولة، وكذلك خرجت ثورة تشرين جراء الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع العراقي والتغانم والتحاصص بين أحزاب السلطة الحاكمة. دكتورة ذكرى، عادل عبد المهدي استخدم سياسة العنف تجاه المتظاهرين، أطلق الأجهزة الأمنية الحكومية وأيضا الميليشيات في أن تنال من المتظاهرين، حققت ذلك، ولكن إصرار المتظاهرين على المضي قدما في تحقيق جميع مطالبهم، هناك ما يقارب من 1,000 شهيد و30,000 جريح ومختطف ومعاق كما ذكر
الناشط التظاهرات من محافظة النجف، لكن أنتم كناشطين تتوقعون أن السلطة وقواها الميليشياوية ستواصل سياسة وأسلوب قمع المتظاهرين في عام 2020؟ طيب، ربما فقدنا الاتصال بالدكتورة ذكرى، سنعاود الاتصال بها في وقت لاحق. أستاذ نظير، مقتدى الصدر دعا في تغريدة على موقع تويتر، دعا القوات الحكومية إلى إعادة هيبة الدولة وردع من سماهم بالمندسين وذوي الأجندات الخارجية بحسب وصفه، لكن هل مقتدى الصدر فعلا يحرص على هيبة الدولة أستاذ نظير؟ هذا المستغرب من مقتدى الصدر، هو في كل يعني حدث يجب أن يجد له مكان. نعم. ليغرد فيه، على قولتنا يعني مثل عراقي بحمص بالجدر. الفكرة أنه يجب أن يجد لنفسه دور يقوم بتمثيله ليؤكد على أنه هو زعيم الجماهير وهو من يحركها وهو من، لكن عندما رفضوه الجماهير وأصبحوا وجعلوه صفر على الشمال لا قيمة له، لا له ولا لأتباعه، بدأ الآن يمارس نفس دور الميليشيات ويقول بأن هؤلاء مندسين وأن فيهم من يتبع أجندة خارجية، وبالتالي يجب على الدولة أن تفرض هيبته. بل هو أحيانا يقوم يعني يريد أن يقوم بدور الدولة وبدور الأجهزة الأمنية. أنت تعلم أخي الكريم عندما تم يعني قمع المتظاهرين في عندما ذهبوا إلى كربلاء قال يجب أن يتم قمعهم ومعاقبتهم وعلى العشائر أن تردع هؤلاء المنحرفين، وأكال عليهم أوصاف بذيئة لا تليق يعني به كون أنه يعتبر نفسه رجل دين. الحقيقة هذا الرجل هو أصلا بالأصل خارج عن القانون، هو بالأصل يعني متهم بقتل أحد المشايخ الشيعة، هو بالأصل هو بالأصل من كان زعيم الحرب الطائفية بين السنة والشيعة في 2006 و2007. هذا الرجل هو من يقيم هؤلاء المتظاهرين كما رأيناهم الآن. هو من يقول على هؤلاء مندسين ومخربين وتابعين لأجندة خارجية، يعني يتهمهم بشتى الاتهامات، حتى أنهم يتهمون بأنهم ضد الدين أو أنهم ضد يعني المسلمات التي يؤمن بها الشعب العراقي. لو كانوا كذلك لما أوقفوا تظاهراتهم من أجل المشاعر الدينية للمثل الشيعي. ما لحد الآن لم نرى شعارا من هؤلاء هو ضد القيم العراقية، سواء قيم دينية أو قبلية أو أي نوع من أنواع القيم. لذلك هم جاءوا يحاولون بناء مجتمع على يعني يكملون ما كان عليه المجتمع العراقي، وليس مثل هذه الحالة التي نعاني فيها. نحن تراجعنا كعراقيين إلى عشرات السنين للوراء وبفضل هؤلاء الجهلة وهؤلاء المتفعين والفسدة من هذه الأحزاب. حقيقة يعني مقتدى الصدر هو أحد أركان هذا النظام الفاسد، وهو من يدعم بكل قوته. طيب. وادعاءاته بأنه هو نصير المظلومين وهو كذا وكذا هي أكاذيب يحاول أن يمررها على الجهل ممن يتبعه. طيب. دكتورة ذكرى، تتوقعين أن مصطفى الكاظمي راح يواصل نفس النهج في أسلوب القمع وأيضا القتل كما تبناه عادل عبد المهدي، تعتقدين ذلك؟ خاصة أن مصطفى الكاظمي يعني حسب ما أوردته المصادر الصحفية الحكومية بأنه قام بالتقى بعدد من المتظاهرين وسمع شكواهم ومطالبهم، لكن هل تعتقدين بأنه مصطفى الكاظمي سيواصل نفس النهج في قمع الثوار كما فعل عادل عبد المهدي؟ نحن واثقون من هذا الشيء، لكن هو حقيقة اليوم بالذات مع المتظاهرين أو التظاهرات أو اللي قبلهم لما التقف هؤلاء المتظاهرين حاول أن يلعب على الدبلوماسية، أنه هذا يريد يبين نفسه أنه هو مع الشعب ومع المتظاهرين، لكن حقيقة اللي التقى بهم هؤلاء لا يمثلون المتظاهرين، ومعظمهم كانوا من الميليشيات من الأحزاب المندسة، يعني يسوون نفسهم هم من المتظاهرين، يروحون يحجون باسم المتظاهرين لكن بنفس الوقت متابعين للأحزاب. نحن لا نثق بمن يفاوض مباشرة باسم المتظاهرين، نحن ليس لدينا يعني مفاوضين مع الحكومة إلى الآن، إحنا ما خلينا مفاوضين، لأنه كل من راح مثلا خلى واحد قبل كم يوم من بابل أو قالوا هذا أنه يفاوض الكاظمي راح يكون هو مثلا عن تظاهرات،
راح عينه مع جماعته واصدقائه عينهم واستفاد نفسه. يعني انا لو كنت رايحه فرضا نقول انا كمتظاهره اروح امثل المتظاهرين ما اخذ مكتب النفسي، لو كان قال لي هذا مكتب النفسي ارضه مستحيل، لانه المتظاهر النفسي هو من يبحث عن مصلحه الجميع، مصلحه الوطن، مصلحه المواطن. ليش احنا بدنا نظاهر؟ ليش بدنا نقتل؟ لان على مود احنا عندنا هدف معين انه هذه الحكومه فاسده وعليها ان ترعى الشعب وان ترجع امواله وان لا يتعرض للقمع وللسرقه لسرقه امواله. هؤلاء جاؤونا وجاؤوا بكل تخلفاتهم، كانوا في زواغير في سوريا وفي ايران في جحور، وجاؤوا بهذه الثقافه، ثقافه الجحور، جاؤوا بها الى المجتمع المثقف، واصبحت الناس تتبعهم وتنظم خلفهم وتبكي وراءهم وتجتمع معهم في زواغيرهم في ظلماتهم حقيقه. يعني هسه الان موضوع الانتخابات جلسوا في زواغير وبدأوا بالاتفاقات، جلسوا خلف الأضواء لا يجلسون أمام الأضواء لأنهم يخافون الشعب حقيقة. لو عرف الشعب ما يخططون لأكلهم بأسنانه، لكن هناك المرتزق الكذب. طيب يسمحون للشعب أن يتحرك. دكتورة أرجو أن تبقي معنا. أستاذ مضير، هناك محاولات من وسائل الإعلام الحكومية تقول بأنه مصطفى الكاظمي هو نتاج ثورة تشرين، هل فعلا ذلك؟ هذا يعني أنا أظنه تدليس. يعني الحقيقة أن ثورة تشرين في بدايتها استطاعت أن تجبر عادل عبد المهدي على الاستقالة، بالرغم أنه هذا لم يكن هدفا من أهداف الثورة، ولكن استقال وجعل النظام السياسي في حيصبيص، ويعني اضطر مضي عدة شهور لكي يتم الاتفاق على الكاظمة. طبعا سبق أكثر من 2 مرشحين وفشلوا في الاتفاق عليهم وفشلوا في تقاسم المغانم. الحقيقة هو نتاج لهذه العملية السياسية، نتاج لهذه الأحزاب، ولا يمت بصلة للشعب العراقي ولا إلى المتظاهرين ولا لمطالبهم، لكن حاول أن يقدم نفسه على أنه جاء لتحقيق مطالب المتظاهرين. طيب. ولكن منذ أن تسلم منصب رئاسة الوزراء ولحد الآن لنرى ما هو جهده في تحقيق ولو جزء بسيط من المطالب. لم يستطيع القبض على قتلة المتظاهرين، لم يستطيع أن يغير النظام السياسي، شكل لجان، لكن شكل لجان يعني البلد 15 لجنة طبعا. هل تعلم العراق البلد رقم 1 في تشكيل اللجان والتي لا تؤدي إلى أي نتيجة؟ يعني هذا ضحك على الذقون. مصطفى الكاظمي يعني ربما النجاح الوحيد الذي نجح أنه يجيد استخدام الصور. هو جاء بمصور، أعتقد مصور كردي يعني، نعم فاتني اسمه، نعم يصور له صورة من فوق وصورة من جوا وصورة من جوا، نعم ويعرضها للناس وكأنه هذا الشعب العراقي الذي كان ينتظره من رئيس وزراء. نعم هذا ضحك على الذقون. يعني حقيقة لم نتوقع أن يكون الكاظم بمستوى بهذا المستوى من الفشل. الآن فشل ذريع. وأنا أعتقد هذه التجربة يعني تجدد الثورة من جديد بذكراها الأولى، أعتقد أنها ستكون كاشفة لوجهها الحقيقي. لربما خلال الأيام القادمة يكشر عن وجهه الحقيقي مصطفى الكاظمي. طيب. من خلال استعمال القوة واستعمال البطش مع المظاهرين. طيب. هذا يعني ما أتوقع. نعم دكتورة ذكرى، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين يعني حذرت من جانبها أحزاب المنطقة الخضراء والميليشيات من مغبة الاندساس بين المتظاهرين بقصد ربما تكون هناك أعمال تخريبية وتحريضية، ولكن كيف لكم كثوار وقف هذه المحاولات إن حدثت؟ حقيقة ليس فقط لجنة المنظمة، وأيضا أنا ضمن أكتوبر يعني تجمع 1 أكتوبر أيضا، وضمن لجنة هاي جماعة تشرين، مجموعة تشرين، هؤلاء جميعهم متفقون أنه تقريبا تقفنا شبابنا، أنه لا يحاولون أن يعني شلون يستفزون الحركة الوطنية أو دولة جماعة الميليشيات أو الداخلية. المهم دول كل هؤلاء أهل المجموعات اللي هم جماعة القمع والإرهاب وجماعة قمع التظاهرات. نعم. فنحن حاولنا أن نكون بعيدين عنهم، لكن حقيقة هؤلاء كان أسلوبهم جدا سيء مع المتظاهرين. حقيقة تعاملوا بالله خلق مع المتظاهرين، لأن الحكومة لا تملك الخلق حقيقة. تفضل أستاذ نظير يقول أنه نحن لم نأتي، ثورتنا لم تأتي بالكاظمي، والكاظمي غير جدير بثقافة هذا البلد، أنه إنسان
ليس بمستوى رئيس وزراء لهذا البلد، هذا البلد الحضارات تراث الإنسان محنك، هذا الإنسان متخلف جاهل. أنا حتى قلت لهم فصلت متوسط يجوب تيكين مخلص لأنه لا عنده منطق لا ثقافة يكتبوا له على الشول اللي يقراها على الكاميرا ويحاول ياخذ فوزات مثل ما تفضل الاستاذ انه ياخذوا له مصور جاب له كردي ما اعرف شنو شوي عنده بروفيشنال بعض الحركات، بنفس الوقت حتى النطق مالته غير سليم، يعني انت لما انت ما يعرف محمد قلقامش ما يعرفها شو وقت صارت، ما يعرف الاسلام شو وقت صار، اصلا هو المفروض تراث، المفروض حضاره وتراث، يعرف هاي الامور بدقته، يعرف تاريخ العراق منذ السلالات الاولى مرورا بالاسلام، مرورا بالسلاجقه وغيرهم وهؤلاء الحضارات، المفروض هذا يعرفها. المفروض هو يعرف تسلسل تاريخ العراق، مو يقول قلقامش بالإسلام، يعني إنسان كل شيء ما يبقى، يعني ربما أنا أشوف حتى خطة إملائيا ما يعرف، يرفع وينصب بكيفه، على الأقل اللغة العربية مالتنا لغة القرآن، أنت يا رئيس وزراء، أنت في مكان تحسد عليه، مكان إنه يحلم أي إنسان يصعد يكون رئيس وزراء لدولة كبيرة، للعراق دولة عظمى، دولة كبيرة أكبر من مصر، أكبر من تركيا، أكبر من إيران. لكنه للأسف أوصلها إلى الجرذان إلى مستوى لا يحمد عليه. طيب ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الأستاذ مظفر الخميس الصحفي والإعلامي العراقي. أستاذ مظفر، الخميس لو الخميس ده ألفظه بشكل صحيح؟ مساء الخير مظفر الخميسي. الخميس خميسي، نعم تفضل. طيب أستاذ مظفر، أجبر ثورة تشرين عادل عبد المهدي على الاستقالة، لكن هل سيتكرر نفس السيناريو مع مصطفى الكاظمي أم أن الظروف الحالية ربما تختلف هذه السنة؟ باعتقادي أنه زخمت ثورة العام الماضي، ثورة تشرين المباركة، نعم، اللي قالت عادل عبد المهدي نفس القوة نازلة هذه السنة. هذه السنة شباب نازلين بعنفوانهم بقوتهم باندفاعهم، وحكومة عبد المهدي ما كانت أضعف من حكومة الكاظمي. طيب. حكومة الكاظمي حكومة مهترئة، حكومة مجموعة كذابين يحاولون أنه يوصلون للعالم الخارجي أنه الدنيا بخير والعراق بخير والعراقيين يعني بده يسيرون نحو التقدم ونحو الديمقراطية ونحو غيرها، من جو الوضع مهترئ. باعتقادي أنه زخم الثورة يستطيع إقالة حكومة الكاظمي. طيب أستاذ مظفر، هل هناك خطوات عملية لكي يعني تستعاد حقوق الشهداء في ظل وعود حكومية لم ينتج عنها شيء؟ نحن تناقشنا مع الأستاذ نظير الكندوري، هناك حتى هذه اللحظة ما يقارب من 15 لجنة، حتى هذه اللحظة لم بعد مرور عام لم يقدم أحد الذين تسببوا بقتل المتظاهرين. هل السبب في شخص مصطفى الكاظمي على اعتبار أن الميليشيات هي التي تحكم العراق، أم أن مصطفى الكاظمي قاصد بأنه لا يقدم قتلة المتظاهرين إلى المحاكمة؟ لا هو هذا بصراحة، هو هذا ديدن الحكومات من سنة 2003 إلى اليوم. نعم. لجان تحقيقية ولجان تتشكل ولجان تروح لجان النسي، هم يراهنون على أنه الشعب ينسى والأحداث تتقادم وكل حدث ينسي الشعب اللي فات من أيام جسر الأئمة وغير جسر الأئمة، كل اللجان لحد الآن طلعت شيء ينصف الشعب ويطلع المجرمين. هو الكاظمي وحكومته هم جزء من حكومة عادل عبد المهدي. الكاظمي هو كان مدير مخابرات، هو نعم. نفسه يتحمل جزء من مسؤولية قتل الناس، قتل الشباب، هو يعرف بالأسماء وبالمكانات اللي الناس اللي قتلوا الشباب. طيب هل باستطاعة أستاذ مظفر، هل باستطاعة مصطفى الكاظمي يعني أن يحاسب عادل عبد المهدي باعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول عن قتل المتظاهرين، هل باستطاعته ذلك؟ لا لن يستطيع ذلك، لأنه هو قادم من نفس العفو، يعني قادم من نفس المستنقع اللي جاء من عند عبد المهدي واللي قبل الحكومات كلها، هم ناس تغطي على ناس تحاول أنه ضم جرائم الآخرين بحق حق الشعب وبحق المتظاهرين. الكاظمي لازم يضم
يحاول أنه ما يحاسب عبد المهدي لأنه هو جزء من هذه المنظومة. طيب ضيوف الكرام، أرجو أن تبقوا معنا مشاهدين الكرام. أكدت الأمم المتحدة أن تظاهرات قادها شبان بعيدون عن المصالح الحزبية، أما الخارجية الأمريكية فقد أوضحت أن العراقيين تظاهروا بطريقة سلمية لتقرير مصيرهم، بينما رأى مركز جنيف الدولي للعدالة أن الحكومة وميليشياتها هم من أطلق النار على المتظاهرين. شاطرته الرأي أيضا منظمة العفو الدولية حين كشفت عن أن الحكومة استخدمت القوة المميتة ضد المتظاهرين. الانفوغراف الآتي وضح بالتفاصيل، فلنتابع. دكتورة ذكرى، بأقل من دقيقة، كيف تقيمين تفاعل المجتمع الدولي مع تظاهرات ثورة تشرين منذ انطلاقتها قبل عام من الآن؟ حقيقة هناك تغيير كبير في التعامل الآن. كل ما يمر الزمن وكلما يعني يلاحظون قمع الحكومة لهذه التظاهرات البريئة يعني الشباب العزل والسلمية، حقيقة تكون هناك آراء مغايرة لما كانت عليه سابقا، لأنه الحق مع الشعب، لأن الحكومة هذه لا تمثل الشعب وإرادته وحريته وحقوقه. فيوم من بعد يوم يلاحظون أنه الحكومة تخرج عن إطار الإنسانية وتخرج عن إطار الأصول في معاملة الشعب العراقي. أنا أشكرك نرى أن دكتورة آسف للمقاطعة، ولكن انتهى الوقت. الناشطة في التظاهرات الدكتورة ذكرى عبد الصاحب، شكرا جزيلا لك. بأقل من دقيقة أستاذ مظفر، هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب المتظاهرين؟ بأقل من دقيقة لو تفضلتم بذلك. صراحة باعتقادي أنه هذا الوقت الآن وقت راح يكون صعب بالنسبة للإخوان المتظاهرين، بالنسبة لشبابنا المتظاهر. نعم. لأن الوضع الدولي مشغول الآن بالانتخابات الأمريكية، الوضع الدولي مأخوذ بالخطاب الإعلامي للكاظمي والحياة الوردية اللي يرسمها بالخارج. نعم. الخطاب موجه كلية للخارج. أعتقد أول أيام راح تكون صعبة على المتظاهرين، لكن صمودهم بالساحات هو اللي راح يثبت اقدامهم ويرفع من قضيتهم. من امستردام الصحفي والاعلام العراقي الاستاذ مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لكم. استاذ نظير، بدقيقتين او اقل من ذلك، هل على المتظاهرين استخدام المسار السياسي بجانب التظاهرات بنفس الوقت؟ هل بإمكانهم ذلك؟ نعم، هي حقيقة نقطة مهمة جدا، وأنا أوجه خطابي إلى شبابنا، إلى يعني قادة هذا المستقبل لهذا البلد. نعم. إلى توج راسنا، يعني إلى من يعني نعقد عليهم جميع الآمال. أنا أقول أن هذه التظاهرات وهذا الخروج العارم بكل أطياف شعبنا وبصدور عارية وبسلمية الجميع يتفق عليها، هو ليس كل النضال من أجل استعادة الحقوق، هو جزء من النضال، لكن على هؤلاء الشباب أن ينتخبوا من بينهم ثلة لقيادة الحراك، قيادة سياسية. يجب أن يكون للمتظاهرين ممثلين سياسيين. لربما أحدكم يقول بأن سوف يصفوهم، هم يصفون الناشطين ويقتلوهم ويخطفوهم، لكن أنا أقول شبابنا غير عاجزين على إيجاد البدائل والوسائل الصحيحة للحفاظ على هذه الثلة التي تقود الحراك سياسيا. نعم. بشكل سري، ويجب أن يكون هناك صراع ما بين الشعب العراقي وما بين أزلام هذه السلطة على الشرعية. طيب. على شرعية تمثيل الشعب العراقي. أنا من طرفي أبايعكم أنكم أنتم من تمثلون الشعب العراقي، أنتم يجب أن يكون لديكم ثلة سياسية تمثل الشعب العراقي، لا هذه الأحزاب الفاسدة. طيب. وبذلك يكون تفاوضكم مع المجتمع الدولي كونكم
أنتم من تمثلون العراقيين وليسوا هؤلاء الفسدة والسراق. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم أستاذ نظير. مشاهدينا الكرام، فيما مضى من الوقت كنا وإياكم في تغطية خاصة بمناسبة مرور عام على انطلاق ثورة تشرين المباركة. أشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.